أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم. عندنا هنا الوحدة السادسة، الدرس السابع، صفحة 62 من كتاب الطالب. هنا الصفحة تتحدث عن فيمس كارير، سيرة مشاهير. فيمس معناها مشهور، وكارير سيرة. Read the text quickly. اقرأ النص بسرعة. Try to work. وحاول في إيجاد the work out the meaning. المعاني of the underline التي تحتها خط words. Click check your answer. ودقق الأجوبة. An activity book exercise. في تمرينات كتاب الطالب. Exercise. أي نعم. عندنا هنا، نعم، عندنا أبو علي حسن ابن الهيثم. أبو علي حسن ابن الهيثم، العالم العربي المعروف ابن الهيثم، حسن ابن الهيثم، اللي صورته موجودة بالعملة النقدية 10,000، نعم 10,000 دينار عراقي. ناون ابن الهيثم، نعم، أبو علي الحسن ابن الهيثم. ناون تو ذا، المشهور ب ويست، المعروف يعني معروف من قبل الغرب. ويست از الهزن، معروف بهذا التسمية الحزن. واز بورن ان، ولد في سنة 965 ان بصرة، في مدينة البصرة بالعراق. هي ريسيفد، هو تلقى education in بصرة، تلقى علومها في البصرة، عراق وبغداد، وفي بغداد. and later traveled to Egypt، وفيما بعد سافر إلى مصر. to and Spain، وإلى إسبانيا. medieval Europe، هنا الميديفال هاي عليها خط، العصور الوسطى الأوروبية. ابن الهيثم was called the، كان يدعى بالفيزيك، فيزيست الفيزيائي. he is also sometimes called البصري، وكان يدعى أيضا، يسمى أحيانا بالبصري. after his birthplace، بعد ولادته في بصرة في العراق. He don't know much about ابن الهيثم early career، لم تكن السيرة الذاتية لابن الهيثم معروفة منذ البداية. but the caliph in Egypt، لكن خليفة مصر، أو هنا خليفة يعني اللقب في ذلك الوقت، كان يسمون الحاكم خليفة في مصر. needed him to regulate the flooding، كان يستفاد من، يحتاجه الخليفة في تنظيم الفيضانات. of the river Nile، لنهر النيل. he proposed هو افترض hydraulic system، النظام الهيدروليكي. but the task was political، لكن الطريقة كانت ليست عملية. at that time، في ذلك الوقت. during the stay، خلال بقاء في إسبانيا. he contributed ساهم to the field، في مجالات mathematics الرياضيات، والفي physics والفيزياء والميديسين والطب والساينتفك والعلوم، method والطرق العلمية، and especially optics، وفي مجال علم البصريات. ابن الهيثم was known، كان معروف أو مشهور، the father of optics، كان مشهور ب أبو البصريات. for his great contribution in the field، وكان
ساهم في هذه في هذا المجال. He was one of the most physics. كان من المشهورين الفيزياء. هنا الانيميت نفس فيمس، كان من المشاهير الفيزيائيين. هو أفر ليفيد الذين عاشوا في تلك الفترة. All the medieval and western في القرون الوسطى أو العصور الوسطى and western scientific والعلماء في تلك وعلماء الغرب في تلك الفترة. On optics based واستعملوا العلماء البصريات اعتمدوا عليه كقاعدة. Their work on Ibn al-Haytham theories استفادوا من نظريات واعتمدوا على نظريات ابن الهيثم. On light في الضوء and optics وفي علم البصريات. He most famous work وكانت أغلب كتبه المشهورة كتاب المناظر. A book of optics كتاب البصريات which is seven volume الذي يكون من سبع أجزاء. The great work was translated الكثير من كتبه ترجمت into Latin and many other languages اللاتينية وبقية اللغات. He made many experiments التي صنع فيها الكثير من أو جعل فيها الكثير من الخبرات. On the movement of light التي تنص على حركة movement حركة of light الضوء. Colors الألوان. Optical البصريات. Illusion الانحراف Optical illusion الانحراف البصري. And reflection والانكسار. Also he discovered وكذلك هو اكتشف The laws of refraction قوانين الانكسار. And gave وأعطى scientific explanation الشرح العلمي أو التفسير العلمي of the parts of eye وتشريح العين and the progress of vision والعمليات البصرية. The successful and the famous mathematician astronomer optician and physicist نعم died in 1040 possibly in Cairo. يعني معناها الفضاء هنا رواد بما معناه علماء الفلك استرومر والرياضيين والبصريين والفيزيائيين المشهورين اعتمدوا على نجاحات هذا الشخص الذي توفي في نعم او نقول هنا نقول نقدر نقول الشخص الرياضي او عالم الفضاء والبصري المشهور والناجح والفيزيائي قد توفي في سنة 1040 ممكن أن نقول بوسولي إن كيرو في القاهرة. في عام 2015 قامت منظمة اليونسكو سيلبريتد باحتفال ابن الهيثمز achievement في حفل احتفال ابن الهيثم ان اوبتكس وعالم البصريات والرياضيات والفلك استرومني with the help some science center ومع مساعدة الذي ساعد الكثير من مراكز العلمية. The short educational film والفيلم القصير 1001 invitation on the world الدعوة invitation on the world of the Ibn al-Haytham was produced نعم الدعوة في العالم إلى Ibn al-Haytham
as produced وإنتاجاته according the medieval biographer المؤرخون سجلوا إنجازات هذا العالم ابن الهيثم وفي تلك العصور الوسطى wrote more than وكتب أكثر من 200 عمل works on wide range على نطاق واسع في subject في مواضيع most أغلب of works أغلب أعماله are now lost الآن مفقودة but more than 15 of them لكن أكثر من 50 عمل are survived to some accident ما زالت موجودة وأن هذه الصفحة 62 ونلقاكم في صفحات أخرى بإذن الله.